السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة، إذا نكمل وياكم إن شاء الله المحاضرة السابعة اللي هي الخطوة الثالثة من ترابل ديماند مودل اللي هي المود تشويس موديل. راح نتعرف أكثر على هذا على هاي الستيب وهاي الخطوة إن شاء الله تستفادون من المحاضرة. إذا الخطوة الثالثة مثل ما قلنا the third stage in ترابل ديماند مودل is model split. الخطوة الثالثة نسميها مود تشويس أو مودل سبليت. شنو معنى؟ إيش نقصد بالmodal split؟ The trib matrix or OD matrix obtained from the trib distribution is sliced into number of matrices representing each mode. مثل ما تعرفون بالtrib distribution، هاي trib distribution حصلنا على trib matrix اللي سميناها trib matrix اللي هي حصلنا من خلالها number of tribs ما بين الزونز I و J. أوكي، ما بين كل الزونز الموجودة ضمن منطقة الدراسة. هذا اللي حصلنا عليه من الستيب الثاني من تريب ديستريبيوشن، ايش راح نسوي له؟ راح نوزعه ونشوف كل مود من انماط النقل قد راح ياخذ ايش قد راح تكون حصته. المود تشويس او ترانسبورت مود اللي هو نقصد به اما بالسياره او بالباص او بالقطار او اي واسطه نقل اخرى. اذا هذا مثل ما تشوفون النوع عنوان السلايد هو اوفر فيو على هاي المحاضره او على هاي اللكتشر. Then first, the significance and factors affecting mode choice problem will be discussed. إذن أول شيء راح نتعرف على أهمية والعامل اللي تأثر على mode choice، راح نتعرف عليها بصورة تفصيلية. كذلك راح نأخذ على نسوي brief discussion of the classification of mode choice will be made. راح نسوي في discussion عن تصنيف عن تصنيفات الموجودة بالmode choice. أيضا كذلك راح نعرج على طريقتين أساسية شلون نقدر نحدد المود تشويس اعتمادا على الفاكتورات او المعلومات اللي تعطى لنا او من المساحات اللي نحصل عليها او البيانات اللي نقدر نحصل عليها. شلون راح اقدر اطبق المعادلات؟ راح تشوفون المعادلات الرياضيه اللي متمثله عاده يسموها اللي هو يسموه الموديلات اللي خاصه بالمود تشويس نسميها لوجيت موديلز. اكو باينري لوجيت وقت مالتينوميال مود تشويس. راح تشوفوا اذا كان عندي تو مودز شلون اقارن بيناتهم وحصل واقدر اطلع النمط. مثل عندي كار وباص، شلون اقدر اعرف الناس راح تستخدم الكار ام الباص اعتمادا على مجموعه من البيانات والداتا راح نتعرف عليها سويه بهاي المحاضره. اذا mode choice. The choice of transport mode is probably one of the most important classic models in transport planning. اذا يعتبر هذا الخطوه من اهم العناصر الاساسيه بالعمليه تخطيط النقل. This is because ليش هذا يعتبر عنصر مهم؟ This is because of the key role played by public transport in policy making. تعتبر هاي الخطوة كلش مهمة، وذلك لأهمية النقل العام، أهمية دور النقل العام في عملية in policy making، في عملية رسم السياسات الخاصة أو تحديد السياسات الخاصة بالنقل. Public transport اللي هو النقل العام. Public transport modes make use of road space more efficiently than private transport. أحد النقاط الأساسية اللي هو النقل العام عادة ما يستخدم road space أو الطريق بصورة أكثر كفاءة. مثل ما تعرفون الباص يشيل 20-40 راكب، بينما السيارة الواحدة تشيل 4 أو 5 أشخاص إلى آخره. إذا الباص يستغل الطريق بصورة أمثل وأكثر كفاءة. كذلك also they have more social benefits. Like if more people began to use public transport, there will be less congestion on the roads and the accidents will be less. وكذلك هناك فوائد اجتماعية أخرى للنقل العام. من عندها إذا كل ما تزيد عدد الناس اللي يستخدمون النقل العام راح تقل الازدحام بالشوارع، راح تقل الناس اللي تركب السيارات الشخصية البيرسونال كارز، كذلك راح تقل الحوادث. إضافة لذلك again in public transport we can travel with low cost. بالإضافة إلى كل الفوائد اللي قلناها أيضا تكون كلفة التنقل باستخدام النقل العام تكون أقل. بالإضافة لذلك the fuel is used more efficiently. وكذلك الوقود يتم استخدامه بصورة أكثر كفاءة. مثل ما قلت قبل شوي المثال، أنا أنقل 40 شخص بالباص، في الفيول المستخدم لنقل 40 شخص هو نفسه يجوز الفيول المستخدم لنقل 5 أشخاص بالسيارة الصغيرة. Okay. Main characteristic of public transport is that they will have more some particular schedule and frequency. كذلك بالpublic transport راح يكون عندها شوية some restriction بالpublic transport.
هذا يكون ديس ادفانتج من خلال يكون عنده جدول منظم او فريكونسي، الباص يجي بفلان ساعه، كل نص ساعه وكل ساعه يجي الباص الى اخره. مو مثل مو مثل الفلكسبيليتي الموجوده بالبرايفت كار، وقت ما تروح تطلع سيارتك باي ساعه الى اخره. اذا ما هي اهم العامل اللي تاثر على choice of mode؟ شنو عامل تاثر علينا باختيار نمط التنقل مالتنا؟ The factors may be listed under three groups. راح أقسم هاي العوامل إلى ثلاث جروبات أو ثلاث مجاميع. أول مجموعة راح تكون هي خصائص اللي يقوم بالرحلة، والثاني مجموعة راح تشوفها خصائص الرحلة نفسها، وثالث مجموعة راح تشوفها خصائص نظام النقل والفاسيليتيز مال نظام النقل. إذن ثلاث مجاميع منطقية راح نتعرف عليها، وراح نشوف الريسيرشز والباحثين والمهندسين شلون استخدموا هاي وطلعوا معادلات حتى نقدر نقيم نقدر نقيم ونقدر نفاضل ما بين 2 or 3 modes of transportation. إذن أول مود، أول جروب هو characteristics of trip maker. The following features are found to be important. إذن ما هي خصائص اللي يقوم بالرحلة أو الشخص اللي يقوم بالرحلة؟ شنو هم الخصائص اللي تأثر على اختياره للمود of transport or choice of mode؟ Car availability and ownership. هذا كي توفر السيارة أو امتلاك السيارة. Possession of a driving license. امتلاكها من رخصة قيادة أو عدم امتلاكها. Household structure. طبيعة البيت الموجود. Young people إذا أكو ناس صغار بالعمر. Couple with children إذا عندهم أطفال. فتكبل عندهم أطفال. Retired people إذا ناس متقاعدين إلى آخره. كذلك الإنكم ممكن يدخل ويلعب دور في اختيارك للنمط التنقل. أيضا decisions made elsewhere, for example, the need to use a car at work, take children to school, إلى آخره. أي القرارات متعلقة باختيار نظام النقل قد تكون معتمدة على شيء آخر، مثلاً تحتاج السيارة تروح للعمل أو تحتاج تأخذ الأطفال إلى المدرسة إلى آخره. كذلك فاكتور آخر هو residential density أو الكثافة السكانية الموجودة بالزون المعني. نكمل بالفاكتورز influencing the choice of mode. قلنا الجروب الثاني هو characteristics of the journey. Mode choice is strongly influenced by. إذن خصائص الرحلة مالتنا شون لازم، خصائص الرحلة شو نوع الرحلة اللي نقوم بها إلى آخره، شون تأثر على اختيار نمط التنقل مالتنا. أولا the trip purpose، غرض من الرحلة. For example, the journey to work is normally easier to undertake by public transport than other journeys because of its regularity and adjustment possible in the long run. شدي يقول؟ وعلى سبيل المثال الغرض من الرحلة، عادة ما تكون الرحلات للعمل تكون easier to undertake by public، ممكن أقدر أروح للعمل مالتي باستخدام شنو public transport، أوكي، مقارنة مع الرحلات الأخرى. قد تكون رحلة مال شوبينج ما أرتاح بالباص لأن أحتاج عندي غراض وهكذا، يحتاج السيارة مالتي، أو تروح إلى vacation مو سهلة تروح بالباص، لازم تستخدم سيارتك الشخصية. إذن رحلات العمل تكون أسهل القيام بها باستخدام وسائط النقل العام. اثنين time of the day when the journey is undertaken، الوقت اللي تقوم به الرحلة مالتك أيضا مهم. ثالث شيء late trips are more difficult to accomplish by public transport، يقول لك الرحلات المتأخرة ليلا مثلا صعب القيام بها بالبابليك ترانسبورت، مثل تكون وسائط النقل العام تكون عادة من الصباح حتى المساء مثلا 9 إلى 10 بالليل، بس ما تبقى 24 ساعة، بينما السيارة الشخصية ما تقدر تطلع بأي وقت، تقدر تشغلها وتطلع وتعدي الغرض مالتك. النوع الثالث من الفاكتورات اللي هو الكاركترز اوف ترانسبورت فاسيليتي، اللي هي خصائص نظام النقل الموجود عندنا والفاسيليتيز مال النقل الموجوده عندنا او الوسائط النقل الموجوده. هاي الفاكتورات تتقسم عاده الى تو فاكتورز. اكو فاكتورات نقدر نقيمها تكون محسوسه او ملموسه من خلال معادلات معينه او ارقام معينه نسميها كوانتيتيف، واكو فاكتورات اخرى ما نقدر نقيسها بصراحه نسميها كوالتيتيف. نجي على النوع الأول من quantitative factors، الفاكتورات اللي نقدر نقيسها ونحسها أو ملموسة. أول شيء relative travel time، اللي هو وقت التنقل أو وقت الرحلة النسبي، اللي يشمل قد يكون الوقت داخل السيارة تقضي أو يكون الوقت waiting time، لما كان مثلا تنتظر أنت للباص هذا نسميه waiting time، بس بالسيارة ما أكو waiting time. أو walking time أيضا ما تروح للباص، عادة ما تكون الباص stop بصف بيتك لازم تمشي للمحطة الوقوف. إذا كل هذه الأوقات بتكون مهمة وهي ممكن قياسها. relative monetary cost، ما هي الكلفة النقدية اللي راح تدفعها؟ قد تكون كلفة الدفع الأجرة مال الباص، البنزين، or another direct cost أو كلفة إضافية أخرى، قد تكون التأمين مال السيارة إلى آخره، بالباص ماكو تأمين إلى آخره.
العامل الثالث availability and cost of parking، كذلك مدى توافر وكلفة الباركينج في حالة استخدام السيارة الشخصية، بس بحالة استخدام الباص ما راح تكون عندك أي كلفة للباركينج. نكمل عن النوع الثاني من الجروبس مال الفاكتورز اللي هو qualitative factors. من أهم أو الطريقة اللي راح نستخدمها بصراحة بهاي المحاضرات إن شاء الله حتى نستخرج probability أو احتمالية اختيار مود من يكون عندنا two modes، أو احتمالية اختيار مود من يكون عندنا three modes of transport، مثلا car bus أو car bus train إلى آخره. راح نستخدم ما يسمى بالباينري لوجيك موديل. باينري لوجيك موديل شنو هو؟ is the simplest form of mode choice، هو أبسط مثال على اختيار نمط التنقل. where the traveler choice between two modes is made، حتى يكون اختيار التنقل ما بين نظامين بنسمة باينري، يعني عندنا two system. the traveler أو المسافر will associate some value of utility for each mode. شو راح يسوي المسافر هنا أو المتنقل؟ راح يربط أو يخصص قيمة للمنفعة لكل مود من أنماط النقل. If the utility of one mode is higher than the other, then that mode is chosen. إذا كانت utility أو المنفعة المتحصلة من أحد الأنظمة أعلى من المنفعة المتحصلة من النظام الآخر، إذن هذا النظام سوف يتم اختياره. But in transportation، لكن بنظام، لكن عادة في بالنقل، we have difficulty. So the difficulty we have another. There is utility، مثل ما تعرفون، وكود this utility. Okay، يعني المنفعة وعدم المنفعة أيضا. The utility المنفعة، المنفعة اللي نحصل عليها من أحد أنماط النقل. كذلك عندنا في شيء اسمه disutility اللي هو عدم الاستخدام وعدم الانتفاع من المود. هذا disutility here، شنو disutility اللي نقصد بها؟ تمثل لي شنو؟ تمثل لي the travel cost. And this can be represented by، إذن هذا binary model راح يتم تمثيله باستخدام معادلة راح نشوفها بالسلايد اللي بعده. إذن هاي المعادلة اللي نستخدمها حتى كذلك الشكل هذا يمثل اللوجيك فانكشن. لاحظ البروبابيلتي اي جي. اوكي، اذا عندي بيتا واحد، عندي بيتا بنص، عندي بيتا واحد، راح تشوفون هسه شنو هاي الباراميترز كلها راح نشرحها. اذا اريد احسب اليوتيليتي او الكوست مال احد الانماط لازم اطبق هاي المعادله كلها، متكونه من اي 1 تي اي جي في زائد اي 2 تي اي جي W زائد اي 3 تي اي جي تي زائد اي 4 تي ان اي جي الى اخره. اذا عباره عن اي مضروبه بالتايم، هذا التايم يختلف كل مره، مره في مره دبليو مره تي، راح نشوف هذول البارامترز ايش تعني. اوكي، زائد دلتا. هسه تي اي جي في شو يمثل لي؟ اوكي، هذول كلهم تايم، تعرفون هذا فاكتور ينضرب بالتايم، راح اطلع الكوست ببساطه، كلفه استخدام احد الانماط مال تي، راح تمثل لي كلفه، راح التايم تي اي جي من التي ماخوذه من تايم، اي جي من اوريجين ديستنيشن، في يمثل لي اند فيكل ترافل تايم بتوين اي ان جي. اذا تي اي في جي شو يمثل لي؟ از ذا اند فيكل ترافل تايم بتوين اي ان جي، هو وقت الرحله داخل اللي تقضيه داخل المركبه، زين، ما بين origin I و destination J. أما TIJW is the walking time to and from stops. Walking time نحتاجه وين؟ من يكون عندنا بالباص، ما يكون عندنا بالسيارة walking time، يكون عندنا بالباص. راح تشوفون بالأمثلة بالwalking time ما طبق بالسيارة، ولكن أطبق الwalking time بالباص. To and from stops. TIJT is the waiting time at stops. أيضا أكو waiting time at stops. And then two are associated with passes. FIJ شو تمثل لي؟ الفير. اوكي، هذا الـ FIJ تمثل لي الفير. charge is the fair، او خلينا شو نسميها، الكروه، اذا تسميها بالعاميه نسميها الكروه. is the fair charge to travel between I and J. FIJ فاي شو يمثل لي؟ تمثل لي the parking cost. parking cost متستخدم سياره اكو باركينج، متستخدم باص ماكو باركينج. لاحظ من الطبق المعادل لازم كل شيء يروح مع
العناصر مالته. And delta is the parameter as a parameter representing comfort and convenience. إذا دلتا مجرد معامل أو متغير يمثل لي مدى الراحة والملائمة للمود المعني. Then if the travel cost is low, إذا كانت كلفة التنقل قليلة, then the mode has more probability of being chosen. إذا ببساطة إذا كانت كلفة النقل مال إذا تقارن اثنين كلفة نقل أحدهم أقل من الثاني, إذا أكو احتمالية أكثر الناس شبي تختاروه. خلينا نفترض أكو two modes M, two modes, mode 1 and mode 2. Then the proportion of trips made by mode 1 from zone 1 to zone J is probability IJ1. ببساطة خلينا نفترض أن two modes 1 و 2 أنا أطلع احتمالية اختيار mode 1 okay, للتنقل من zone I إلى zone J سمينا P probability I to J1 وخلينا نقول CIJ1 to be the cost of traveling from zone I to zone J using mode 1. C جاي من cost, then CIJ1 تمثل لي كلفة التنقل ما بين zone 1 zone I إلى zone J باستخدام شنو mode 1, and CIJ2 تمثل لي ببساطة cost of traveling from zone I to zone J by mode 2. بهاي الحالة عندنا ثلاث cases. شو وقت تختار الزون, شو وقت تختار mode 1, شو وقت تختار mode 2 من أقارن بالcost مال mode 1 mode 2 ببساطة. إذن 3 cases. Number 1, if CIJ2 ناقص CIJ1, إذا كانت كلفة المود الثاني إذا كان حاصل ناتج هاي المعادلة البسيطة, مجرد نطرح CIJ2 ناقص CIJ1 إذا كان positive معناها شنو؟ معناها مود 1 is chosen. معناها إذا كان positive معناها cost مال 2 شبيه أعلى من 1, وبالتالي 1 هو المفضل. أما إذا كان CIJ2 ناقص CIJ1 is negative معنى CIJ1 شبيه أعلى, معنى CIJ2 معنى المود الثاني شبيه يتم اختياره. ليش؟ لأن أقل بالسالب خلينا نقول هاي 10 ناقص 15 فيطلع ناقص 5, وبالتالي شنو؟ CIJ2 أقل, وبالتالي يكون هو مفضل. أما إذا كان CIJ2 ناقص CIJ1 يساوي صفر معناها شنو؟ Both modes have equal probability, معناها كل المودز شبيههم لهم نفس الافضليه. اذا يعني خلينا نقول الشير مالتهم 50-50, ممكن يروح سياره ممكن يروح باص 50-50. اذا هاي العلاقه ذا ريليشن از نورمال اكسبريس باي لوجيت كيرف, هذا نسميه لوجيت كيرف as shown in figure 9.1. therefore the proportion of trips made by one is given by this equation. اذا حتطلع probability ببساطه عندنا هاي اللي نسميها الباينري لوجيت فانكشن. اوكي, بي اي جي 1 يساوي لي TIJ مال 1 على total TIJ, اوكي, ويساوي لي exponential ناقص بيتا CIJ1. اذا ببساطة عندي هاي المعادلة بها exponential وناقص بيتا مضروبة بيش؟ بالكوست اللي انا اقدر راح اعطيني تيبل اقدر احسبها من خلالها. اذا E ماينس بيتا, بيتا ايضا تعطى بالسؤال, يبقى لك CIJ مجرد تحسبها اقسم كلفة هاي utility أو اليوتيليتي مال مود 1 مقسوم شنو على التوتال يوتيليتي مال كل المودز. إذن E minus beta CIJ1 على E minus beta CIJ1 زائد E minus beta CIJ2. ببساطة هيقدر أحسب probability مال اختيار مود 1 إذا كان عندي 2 مودز. هذه الفنكشنال فورم مثل ما قلت يسموها logit, where CIJ is called generalized cost. CIJ مثل ما قلنا عليه تمثل لي الكلفة general, and beta is the parameter for calibration, هاي مجرد معامل لغرض المعايرة for calibration. okay, هذا graph in 9.1 showed the proportion of trips by mode 1 against cost difference. then هاي يمثل لي proportion of trips, هذا PIJ علاقة مع من؟ مع CIJ2 minus CIJ1. هسه صار بيها هواية parameters, خلينا ناخذ مثال حتى نطبق ونفهم شلون يتم تطبيق هاي المعادلات. Let's check this example. Let the number of trips between zone I and zone J 5000, مطين عدد الرحلات between zone I and zone J 5000. okay, and the two modes are available. عندنا two modes which has the characteristics given in هذا table, مطينا كل خصائص للtrips. عندنا two modes مثل ما قلنا car و bus,
مطينا كل البيانات اللي نحتاجها حتى نطبق المعادلات الخاصة بالباينري لوجيك. مطلوب من عندنا كومبيتد تريبس ميد باي مود باس، طلع عدد الرحلات بالباص وش قد الأجرة اللي تم جمعها from the mode bus. If the fare at the bus is reduced to 6, then find the fare collected. Okay. إذن شيري يريد عدد الرحلات اللي تم قيام بها من قبل بالباص باستخدام الباص، وكذلك شقد الكروة أو الفير اللي تم جمعها بهذا المود. كذلك إذا تم تقليل الكروة أو الفير إلى 6، شقد راح يكون شقد راح يتم، ما هي قيمة الفير collected. Then find the fare collected. إذن هاي الخصائص الموجودة عندنا مرات عندنا بالسؤال، راح خليها أخذها وياي بالسلايد اللي بعده حتى نشرح عليها ونشوف تطبيق المعادلة وشلون راح أحسب CIJ للكار وCIJ للباص، بعدين أطبق قانون مال الباينري لوجيك وأجد المنفعة مالتي أو البروبابيلتي مال اختيار الباص قياسا لاختيار السيارة. إذن خلينا نشوف حل المثال ببساطة. إذن the base case is given below. أطلع قلنا CIJ مال 1 وCIJ مال 2 ببساطة. Cost of travel by car حسب المعادلة و cost of travel by bus هاي المعادلة قدامنا. مجرد أوجد الأرقام من الجدول وأبدي أعوض. خلينا نشوف مال الكار شو راح أساوي لي. إذن A1 TIJ time in vehicle، أشوف الكار time in vehicle جد 20، جد الـ I مالتها 0.03، إذن 0.03 في 20 ببساطة. زائدا A2 TIJ waiting time، waiting time قلنا بالكار ما عندي، إذن هذا شبي راح. شو بقى لي TIJ 18 TIJ TT الاي 3 اوكي التايم الثالث اللي هو جيد 18 في 0.06 18 اوكي في 0.06 مالته الاي. زائدا ما عندي بعد اي شيء. زائدا اي عندي اي 5 مضروب بالاف اي جي، هذا الاي اف اي جي المعطى عندي جيد بالكار 4، اذا 4 في 0.1 ببساطه يطلع لي 2.08. اوكي طلعت الكوست مال كار. كوست مال الباص شرح يساوي لي نفس العمليه، شرح اقول مال الباص مال تشرح يساوي لي 30 في 0.03. اوكي هنا الباص عندي ويتنج تايم زائدا 5 في 0.04 زائدا ايش جت 3 في 0.06 زائدا ايش جت 9 في 0.01 ببساطه ويساوي لي 2.18. اذا أطبق العلاقة مالتي probability of choosing mode car حسب المعادلة probability IJ car يساوي لي e exponential ناقصا شنو ناقصا شنو ناقصا بيتا في C مالتي بيتا خلينا نفترضها واحد اوكي ناقص بيتا في C مال الكار C مال الكار 2.08 إذن exponential ناقصا 2.8 على مجموع exponential ناقصا 2.8 زائد exponential ناقصا ايش قد 2.18 تطلع لي 0.52 مضبوط. هاي probability مال الكار. طبعا probability مال الباص اكيد بالتاكيد ايش راح يساوي لي واحد ناقصا هذا، بس ايضا نطبق العلاقه يساوي لي exponential ناقص exponential ناقصا 2.18 على exponential ناقص 2.08 زائد exponential ناقص 2.18. لاحظ المقام هو نفسه اوكي بس الباص يتغير. وانتم تعرفون اذا لقيت واحد من اذا لقيت واحد الثاني لازم يكون شبي واحد ناقص الثاني اكيد لازم اثنيناتهم مجموعهم يطلع واحد. اوكي now after we got this proportions we can multiply by the original number given in the question. اذا proportion of trips by car يساوي لي TIJ by car يساوي لي 5000 مثل ما عطى بالسؤال، اضربها بايش بال 0.52 proportion اللي انا طلعتها بالخطوه السابقه. طلع لي جيد 2600 اوكي تريب، اما الباص راح يساوي لي اكيد هو 5000 ناقص 2600 يطلع لي 2400 اللي 5000 في 0.475. اوكي الفير كولكتد فروم باص المطلوب بالسؤال ببساطه الفير شو يساوي لي النمبر اوف تريبس اضربها بايش بالفير اللي هي 9 المعطى عندنا بالسؤال. هذا الفير المعطى عندنا الاف اي جي تمثل لي الفير. اوكي اذن 2000 اضرب 2400 في 9 يطلع لي 21600.
يقول لك when the fare of the bus get reduced to 6، إذا قلت الفير مال الباص إلى 6 إذن لازم أرجع أعيد حساب الكوست مالت من مال الباص، من مال الكوست مال الكار ما تغيرت، إذن أعيد الكوست مال الباص على 0.03 في 30 زائد 0.04 في 5 زائد 0.06 في 3 زائد 0.1 في 6 وليس 9 مثل ما حسبنا الكوست مال الباص في الحالة الأولى. إذن راح تطلع لي كوست جديدة 1.88. أطبق probability مال الباص، شو راح تساوي لي؟ exponential ناقص 1.8 على 1 ناقص 2.08 زائد exponential ناقص 1.88 يساوي لي 0.55. إذن proportion by باص شو راح تساوي لي؟ أيضا أضربها 0.55 بال 5000 راح يطلع لي 2750. وهذا الشيء تتوقعون منطقي لو لا؟ نعم منطقي، لأن كانت الفير أو الأجرة 9 وكان 2400 شخص يستخدم الباص، وإنما من صارت الفير 6 قللناها شيء منطقي شبيه النمبر اوف تريبس يزداد، إذن صار جد 2750. أما الفير كولكتد بهاي الحالة راح يساوي لي ببساطة راح يساوي لي تي اي جي باص مضروب بالاف اي جي ويساوي لي 2750 مضروب في 6 ويساوي 16500. وبالتأكيد الرقم لازم يطلع أقل من الرقم بالحالة الأولى، هذا الشيء منطقي لأن قلت الأجرة مال استخدام الباص. هسه نجي إلى موضوع المالتينوميال لوجيت موديل. The binary logit model can be easily extended to multiple modes. The equation for such model can be written as. إذا ببساطة هناك لأخذنا binary بالتو modes of transport. هنا صار عندي multinomial logit model، راح يصير عندي ثلاث أنظمة. إذا ببساطة probability لاختيار mode 1 من مجموعة modes 3 or more modes راح يساوي لي هاي المعادلة البسيطة exponential ناقص beta cij 1 على summation، إذن راح يساوي لي الكل exponential أو الكلفة مال استخدام المود 1 على مجموع الكلفة الكلية لاستخدام كل المودز الموجودة عندي بالسيستم أو بالسؤال، اللي تكون عادة أما تكون قلنا مودين كار وباص، إذا نضيف له مود ثاني راح يكون كار وباص وترين فور اكزامبل. حنأخذ مثال ونشوف تطبيق هذا المعادلة. إذن خلينا نأخذ مثال، مثل يكون عندي ثلاث أنظمة مثل ما تشوفون بهذا التيبل، let the number of trips from IJ 5000 and 3 modes are available which has the characteristics given in table 93. هذا ما تشوفه قدامكم. Complete the trips made by three modes and the fare required to travel by each mode. إذن ببساطة لي the trips، كم trip راح من هاي الخمسة آلاف طول استخدام الباص واستخدام الكار واستخدام الترين وكذلك الفير اللي يتم جمعها باستخدام كل مود من هاي الأنماط. إذن معطينا كل المعلومات اللي نحتاجها، coefficient كار باص ترين تي اي جي بالفيكل تي اي جي ووك نحتاجها بالباص تي اي جي تايم اوكي والاف معطينا اياه وايضا معطينا الفاي اي جي اذا 0.14 ايضا معطينا اياه، يكون عاده مرتبط بالكار فقط هذا الاف اي جي. اذا المعادله اللي عرفناها الكوست هاي العامه، حتى نقدر نطبق البروبابيلتي احتاج احسب الكوست اول شيء لكل مود من انماط الحركه. اذا الكوست اوف ترافل باي كار حسب المعادله ايش راح اسوي لي؟ ببساطه راح اسوي لي اجعل هاي الفوكشنات 0.03 اجعل كار في 20 زائدن ايش قد؟ اذا 0.03 في 20 زائدن 18 في ايش قد؟ اذا 0.03 في 20 زائدن 18 في ايش قد؟ هاي الكار 18 في 0.1 زائدن 4 في 0.1 يساوي لي 2.8. إذن FIJ قلنا مرتبط عادة بالكار مود only the convenience factor or something like this okay أو sorry الفاي مثل لي الباركينج كوست okay الفاي مثل لي الباركينج كوست اللي كنتون عادة مرتبطة بيش فقط بالكار، أما الباص والترين ما بي باركينج كوست. إذن حسبت الكوست مال الكار نفس المعادلة السابقة، اجي احسب الكوست مال الباص نفس الشيء، اطبق المعادله اللي موجوده عندي هاي الفاكتورات، اجي اضرب مال الباص مثلا بوينت اوف اضرب مال الباص اذا عندي 30 في ايش قد؟ في 0.03 زائد 5 في 0.04 زائد 5 في 0.06 مال الباص 3 في 0.06 مال الباص زائد 0.1 في ايش قد؟ في 6 0.1 في 6 راح يساوي 1.88. the same applies for train. اذا I have 3 costs. Now I can find the probability of choosing
one mode among the three other modes. And then probability of choosing car mode حسب الإكواجين PIJ مع الكار يساوي لي exponential ناقص بيتا هنفترضها واحد طبعا مو شرط بيتا واحد ممكن يعطيها لك غير قيمة ناقص شنو مع الكار 2.8 على summation مع الكلهن على exponential ناقصا 2.8 زائد ان exponential ناقصا 1.8 مع البعض زائد ان exponential ناقصا 1.28 مع من مع الترين اوكي يطلع لي 0.1237 this I apply the same equation to find the bus as well وراح نكمل الحل بالسلايد اللي بعده اذا ببساطه نكمل probability of choosing mode train حسب المعادله بي اي جي ترين راح يساوي لي ايضا exponential مال الترين على مجموع الكوست كليته اللي موجود عندنا بالمود راح يطلع لي 0.5657 اذا حتطلع النمبر اوف تريبس مال كل مود مجرد اضرب ال 5000 بالنسبه اللي طلعتها هاي النسب اللي طلعناها مال كار والباص والترين اذا اضرب 5000 في 0.1237 راح يطلع لي 618.5 proportion of trips by bus راح يطلع لي 0.3105 مضروبه بايش في 5000 يطلع لي 1552.5 similarly نفس الشيء نطبق المعادله مال الترين راح يساوي لي 5000 في 0.5657 يطلع لي 2228.5 we'll compute all this in the form of the table as shown in table 9.4 اذا خلينا كل البيانات مالتنا كل المعطيات مالتنا والنتائج اللي حصلنا عليها بجدول خلينا نقول summary مثل summary شو يريد بعد مطلوب بالسؤال يريد الـ fare collected in the bus mode الـ fare collected ببساطة قانونها شو يساوي لي TIJ في FIJ الـ fare مضروبة بايش بالـ number of trips بالباص شو راح يساوي لي number of trips بالباص 1552.5 مضروب في 6 ويساوي لي 9315 شوف شنو الوحدة دولار أو دينار إلى آخره الـ fare collected بالمود مال ترين يساوي لي TIJ بالترين مضروبة بالـ FIJ ببساطة FIJ مال ترين ايش قد عندنا تروح تدور عليها اللي هي 4 موجودة أمامك هاي 4 الفير مال ترين أضربها من number of trips اللي حصلت عليها اللي هي 2828.5 يطلع لي 11314 إذن بالسمري Model Split is the third stage of travel demand modeling The choice of mode is influenced by various factors Different types of Model Split models are there Binary Logit Model Multimodal Multinomial Logit Models are deal in detail are dealt in detail in this lecture إذا ما شفتوا هذا الـ الـ الخطوة الثالثة أو step 3 بـ travel demand modeling اللي هي choice mode أو mode of transportation كلش مهمة طبعا عدة طرق حتى نوجد هذا عدة طرق حتى إيجاد هذا mode of travel ولكن احنا اختارينا نشرح بالمحاضرة الباينري logic and multinomial logic models